ليه عقوبتك أصعب من عقوبة رضا البحراوي؟ مش مالكش ظهر يا حسن؟ ظهر يا ربنا. أنعم بالله. ظهر يا ربنا، بس معرفش. طب ليه هو عقوبة شهرين ورجع وأنت توقفت تماماً واتمنعت من الغنى؟ عشان أنت غلطت فعلاً وقلت حاجة كده بنت الطبال مش عارف إيه والجو بتاعك ده؟ أياً كان الغلط، حسن معاه فرقته برضه. أياً كان الغلط، هو هي مشكلة واحدة. ثواني برضه، معلش، مع حسن في فرقته في طبالين. انا في يعني هو تأسف حسن، وانا قلت لهم كفايه عليه 8 شهور كفايه. ماشي، بس برضه ليه بعيدا عن سبب المشكله ليه عقوبه مدى الحياه؟ محدش عارف. انا عارف، هو في حد بيتوقف مدى الحياه؟ ليه يعني ليه؟ انا مش عارف والله، ما سالتش. هسال يعني تسأل النقابة. ما أنا بسأل النقابة، بيقولوا لي هم بيطلعوا بيقولوا بقى في برامج، وبيطلعوا يقول لك أصل الغلط اللي غلطه حسن غير الغلط بتاع رضا. اتقال إن يعني أنت غلطك كان أكبر وأنت داخل في قضايا حاجات كتير يعني. كان أكبر في إيه بقى؟ أنا طيب يعني نشوف الفيديو ده. ماشي، نشوف الفيديو ده.